مش عارف اذا كانت لقيتها اصلا كده. احمد ظبطها ولا لا؟ صباح الخير. عاملين ايه؟ انا مسافر دبي، الطياره الساعه 6 9 ونص، فانا صاحي من بدري مش عارف ليه. انا صاحي الساعه 4 بس، ف ربنا يستر. هتوحشني انت كمان، هتوحشيني على فكره. كلكم هتوحشوني، كلكم هتوحشوني، محدش عيط. انا عارف ان انا سايبك هنا بقالي كتير، بس انا عشان مش طايقك هشوفك بقى لما ارجع في زمان. خلي بالك منه. باي. صباح الهاري. يعني تخيل بعد كل دوت اصلا ما كنتش بسجل حاجه مثلا، يعني بعد في هاري على فكره عمال بيحصل يعني. المهم خليني احكي لكم مثلا ايه اللي حاصل. يعني المفروض ان انا رايح احضر اللانش بتاع اونر 8 اكس، موبايل اونر 8 اكس. المفروض ان هو حفل الاطلاق بتاعه النهارده. ايه حفل الاطلاق؟ بحيث ان انا احضر حفل اطلاق صاروخ. بطل قلش يا اسماعيل، بطل قلش، انت رايح دبي يا اسماعيل. فالمفروض ان هم الحفل الاطلاق بتاعه النهارده الساعه 7، تمام؟ والمفروض ان الطياره دلوقتي قدامها بتاع تقريبا بتاع حوالي نص ساعه على بال ما تطلع. يعني طالب احنا ولا ايه؟ احنا والله احنا رايحين، ربنا يستر. وصلنا يا اخوان، انا لازم اصور على البتاعه دي. المهم ان احنا وصلنا، حاسس ان انا خسيت في البتاع ده، البنطلون عمال بيقع، حاسس ان انا خسيت في السفريه ديت. يعني احنا وصلنا الساعه 3 بتوقيت دبي، وانا اصلا خارج الساعه 9 من مصر، في 6 ساعات ضاعوا. مش ممكن يعني، ايه الهري ده؟ ايميل تليفون اند سيجنتشر. اوكي، يو هيرد ات سو ماني تايمز. ياه، بيرفكت. ذس از يورز اند اي جيف يو ذا باسبورت اوريدي، كوريكت؟ اوكي. احنا في الفندق يا اخوان، كان في زحمه بس تقريبا احنا كنا طالعين في جروب تقريبا رحله. شفت المدينه عامله ازاي؟ ما تختلفش عن وسط البلد على فكره. وصلنا الغرفه يا جماعه. ايه ده 210؟ لا ارجع 204. لا بكمل كده، معلش انا افتكرت ان هو بيكمل 210. يعني ايه الطرقه دي؟ 204 204 يخرب بيتك بتاع زي كارت الميلاد. المهم ايه، انا فاكر ان هي عارف انت الجو ده جو سحر بقى وبتاع، والجو دوت يعني. طلع ان هو لا، لازم اروح حامل كده فاهمني ازاي عشان الباب يفتح. يعني شغل برضك عارف انت، مش ممكن بقى على الاوضه والحاجات. انا لازم اعمل لكم جوله في البتاع دوت. ايه ده؟ انا عايز اعمل شاي بلبن جدا، مش عارف هل في شاي بلبن ولا مش عارف. هعمل لكم جوله دلوقتي، يلا. وانا لسه ما لفتش اصلا في دبي ولا عملت اي حاجه، بس في حاجه غريبه يعني. انا ما انبهرتش، ما حدش يزعل مني، بس اول ما طلعت من المطار لقيت في كوبري كده قدام البتاع، حسيت ان انا في وسط البلد. والله العظيم كوبري كده تحس ان انت في رمسيس. فما فهمتش اللي هو ايه، طب فين موقف الميكروباصات؟ طيب يا جدعان، طيب فهمني ازاي؟ طب ايه؟ طيب انا ما غيرتش هدومي، يخرب بيت كده. واضح ان انا مطرد من الامن من كل حته تقريبا، حاجه زي كده. لسه كنت بصور من شويه الايفنت، لقيت بتاع الامن بيكلمني ويتش كامري. فالمهم ايه، راح مش هقول له على الكاميرا، فانا افتكرته بيسال عن نوع الكاميرا، فقلت له كانون. قال لي كانون؟ كانون ايه؟ تقريبا كان بيسال بقى ايه انت تبع انهي شركه يعني وكده اللي جاي تصور يعني وكده يعني. فقلت له بص انا في ناس معايا هنا هجيبهم لك بس وتحسبه ماشي. هو الراجل تقريبا عمال بيدور عليا تقريبا، حاجه زي كده يعني. في مصر برضك نفس واضح ان انا مطرد من كل حته، في حد بيبلغ عني تقريبا حاجه زي كده يعني. مش ممكن بقى على الايفنت والايفنتات. يا دوبك عملت ريجستريشن، الكلمه العجيبه ديت، على اساس ان هم يلبسوني الحظاظه ديت. احب انا والحظاظه ديت الجو دوت بصراحه يعني، عشان نخش يعني وكده يعني. بس قالوا لي ان انا ميديا، فانا ما فهمتش بصراحه. فانا قلت لهم قشطه ميديا وبتاع والجو ده. بعدين رحت وقفت في طابور، فقالوا لي انت فلوجر. وانا المفروض ان انا فلوجر، ايه الهري دوت يعني؟ مفيش ادنى احساس بالمسؤوليه خالص يعني. انا في الايفنت، في واحد بيتكلم في التليفون ورايا مش عارف ايه، الموضوع ظريف. انا عرفت دلوقتي يا جماعه ان انا ممكن انطلق في المكان بحريه. فانا بصراحه افتكرت هتديني اكل، ما علينا. المهم المفروض ان هو الايفنت ايه؟ الاطلاق او يعني اللانش هيبدا كمان شويه، ولا في دي في حاجه ثانيه كده اتكلمتها لي، بس انا ما عرفتش ايه هي. حاجه مش عارف، حاجه زي كده. فانا قلت لهم قشطه ماشي بيس وبتاع الجو دوت وخلاص يعني. فايه ده في مزيكا؟ لا استنى بقى يا عم بقى.
الكاميرا شبرت. عايز اقول الجو حر بره، انتوا شايفيني طبعا. ويت، الكاميرا شبرت. بس ما عنديش فكره ده ايه بالظبط، بس لسه مخلصين الايفنت. عايز اقول لكم انا تعبان جدا، 7:30 دلوقتي. مش عارف اذا كان في هنعمل حاجه ثانيه دلوقتي اصلا ولا لا. المفروض بكره انا عندي اليوم كله يعني هيبقى ظريف، هقابل بيست يعني وكده، وهنعمل حاجات بقى وبتاع والجو دوت يعني. بس يوم لطيف، اشوفكم بكره. حطيت الجو برو بتاعتي هنا على اساس ان انا اعمل التايم لابس اللي انا قلت لكم دلوقتي ده. عايز اقول لكم ده جنب الفندق في واحد تحت تقريبا، عمال يبص انا بهبب ايه. المهم المفروض ان برج خليفه المفروض ان هو تقريبا اخر الشارع دوت يعني، ما اعرفش اذا كان باين عندكم في الكاميرا ولا لا. يعني المفروض ان انا هقابل بيستي كمان شويه. المهم انا عايز اقول لكم ان درجه الحراره تقريبا 37 ولا 38 يعني، صباح الحر يعني. حر، بص هقول لكم على حاجه، هو حر ان انت تستحمله يعني قشطه يعني. ما اتحريت انا اخش جوه احسن. عشان تاني مره انا رايح اقابل بيست، وانا في مول اريبيا. مول اريبيا ايه الهري ده؟ مول في اميريت، واحنا مش لاقيين بعض، فالمفروض ان احنا نتقابل عند السينما. كوميديا بقى ان انا مش عارف اذا كنت هستخدم الكاميرا ولا لا. انا شلت المايك وشلت الجوريلا بقى عشان ما يتقبضش عليا، عشان الموضوع ده بقيت مطارد. انا بقيت مطارد في كل حته يعني. هو فينا يا عم اسكت بقى، مش فاهم انا يعني. حتى في دبي مش فاهمين ايه يعني، ايه الهري ده؟ فيلم زي اللي في مصر. هو انا ينفع اصور عادي في المول؟ المعرفش، ما انا مسكت الكاميرا كده في الخباسه. في دبي احنا ايه؟ في دبي. في دبي يعني هيتقبض علينا؟ احنا في دبي بقى، ما احنا صورنا في مصر يا عم. ما طبطش علينا. بص المعرفش عادي يا عم. استنى بص يا رجال، عامل ايه؟ ليه ورق بنك الحظ؟ هو ليه الورق مش كبير؟ اصل انا بحب الحاجات اللي هي متعود على الحاجات المصري، عارف انت، الحاجات اللي هي بتبقى قد كيف، عارف انت. بص تقريبا يعني الواحده من دول ب 50 جنيه. هات برضه فلوس المصري على فكره. ده مش ممكن اقول حاجه؟ قول يا جماعه. دلوقتي انا الاخ اللي بيسجل ده، اللي بيصور ده، طلب مني ان انا اديله كود كريم بتاعي. حلو، قلت ماشي نكسب فيه ثواب. اديته كود الكريم بتاعي ماشي. بعدها بثلاث دقائق جيت احجز كريم، قالوا لي انت هتعمل لك بلوك. انا الاكونت بتاعي حاليا ما ينفعش استخدمه، ما اعرفش اعمل ايه. والله جاي بوظ لي دبي، اقسم بالله. خلاص انا عايز اشنب، عايز اهج. واضح ان انا الموضوع بدا يبقى تقريبا بقى في الحياه يعني، الحياه الواقعيه تقريبا. انا بقيت ابوظ كل حاجه. سيت ستارز، احنا ماشيين في سيت ستارز. واحد بيدينا ريحه. بص اهو، مش ده اللي هو بتاع سلطان العطور؟ طب سلام يا ولاد، دلوقتي نكمل بعدين. فاصل ونواصل. ها كوريا، ما دخلناش بس احنا من بره. دي اللي هي اللي ب 1210. 1210 ماشي. هيخش معانا كيسه بلاستيك. كيسه بلاستيك؟ اه. ونخش وناخد سمك نبيعه بره. يا عم انت راكب صوره اهو. نرجع سمك انت عارف انا هعملها ادخلها ازاي؟ عنيف تقريبا، والراجل تقريبا حاطط اتصل بيه تقريبا. بس جاب ايه؟ استعد ايه بقى؟ ايه اللي ايه يا سعيد؟ مفيش حاجه تطلع بره. ايه بقى؟ برج خليفه. انا افتكرنا بينجد تقريبا. تحس ان هو حابس حد في البتاعه وعمال بيدور في الضرب. خارج مجاري والله. بقول لك يا اخي، بس احنا فين دلوقتي؟ دلوقتي احنا على برج خليفه والنافوره الرقصيه. المفروض هنصور الصوره بتاعتها الشهيره، الصوره اللي هي لا امل في الحياه. هو بقى البرج ورايا ولا قدامي اهو؟ لا شيء. يا لهوي على الحاجات وال ايه بقى؟ بقول لك ان انا احط المايك بقى. طلع ده برج خليفه. يخرب بيت الاشتغالات يا عم انت. مش ممكن على الحاجات والمحتاجات. هو لازم يشتغلني في اي حته، عارف انت؟ والله بجد هو كان مقتنع ان ده برج خليفه. وانا اقول يا ابني هو شكله اتغير ليه؟ يمكن ده من قفاه. انت فاكر هو طويل يعني؟ والله العظيم انا فضلت شويه اللي هو ايه، شكله متغير شويه. يمكن عارف انت، تحس ان هو يعني تخن تقريبا. انا كنت عامل البتاع اوفر اوكس بوست، فانا ظبطت الاوكس بوست، فالمفروض دلوقتي البرج هتلاقوه انتوا شايفين. صح؟ انا جاي في وقت الغروب عشان ابص السلويت بتاع الناس. السلويت بتاع الناس ايه المبنى ده؟ برج خليفه. برج خليفه يعني. ده شقلب مصور على فكره. هو بيصور ناس عشوائيه عند البرج وكده. فانا رايي ساعه مستنيه يخلص يعني. هو خلاص تقريبا بقى شغال مصور المكان.
ما عنديش تعليق الصراحه. ثانك يو سو ماتش. خلصت انا؟ عايز ايه؟ احنا عندنا نافوره راقصه يا اخوانا. ودلوقتي انا كنت شويه بس كنت شغال مع مصور تقريبا لجماعه كده كانوا معديين، الراجل تاني الكاميرا بتاعته عشان يصوروا، بس المشكله ان هو كان اللينس بتاعته كانت معاه اللينس اللي هي 50 مللي دي، وعايز نجيبه هو والبرج، فطبعا مش عارف اجيبه، كل ما اجيبه البرج يبقى بتاع دوت جاي باين نصه، فقال لي ممكن تصورني بالكاميرا بتاعتك وابقى تبعتها لي على الايميل، فقلت له خلاص ماشي قشطه يعني، قال لي براذر سوري. الناس كلها بصت لي، مش انا اسف يا اخوانا، مش تقريبا عامل ازعاج هنا تقريبا. احنا دخلنا جوه يا جماعه، هنطلع بقى على نتفرج على فيلم فينوم. بيستي صديق الصدوق جاب لي تذكره كده نحضر العرض الخاص بتاع فيلم فينوم. انت مش كنت من شويه عمال بتقول العفو العفو العفو؟ ايه النظره دي؟ العفو مش علشان طب نجمع حاجه ولا ايه؟ يلا بينا يا جماعه بعد البسطره اللي احنا كده. سوري انا كنت قافل عليكم، بس معلش ناس رايحين نركب المترو، وانا بصراحه انا كنت قاعد بالصوره صح، عمال اقول لبست انت هنركب مترو مش عارف ليه، انا ما هو المترو عندي في مصر، بس انا عايز اركب، عايز اعيش احساس المترو بردك في دبي. هل هو نفس الاحساس برده ولا لا؟ مثلا بتبقى نفس الزنقه، مثلا بتبقى انت حاطن اخوك، كل مثلا كل اخ حاطن اخوه تاني، فاهمني ازاي؟ دينا المترو يا اخوان وعدينا تيكت يعني مش ممكن على التيكت. مين يا عم يا انت ساحب نقطك معاك هنا يا ابني؟ انا خايف عليك تتوه مني والله. اصلا احنا بنطلع على اليمين الناس تنزل على الشمال عادي ولا ايه؟ رولز. لا يا رولز يعني ايه رولز؟ بص يا معلم، اونر 8 اكس يا معلم، الايفنت اللي انا كنت فيه امبارح كان عمال بيضحك عليا وعمال يقول لي ان المترو هيبقى زحمه، الدنيا فاضيه اهو، بس هو المترو الناحيه الثانيه زحمه بصراحه، يعني عامل زي مترو وسط البلد. انا مش عارف، انا متحمس لما عندنا مترو في مصر. الناس تطلع الاول؟ ما ينفعش ناخدهم بالحضن ونروح داخلين بيهم؟ يا عم انت في مصر داخلين داخلين مترو. الابواب تغلق، دوز كلوزنج. هو قال دوز ولا دوز؟ هو قال دوز. يا لهوي خلصنا المترو يا جدعان، البطاريه هتفصل يا عم، ممكن اصور بالتليفون. قلت تعالى اقلب بقى الكام عشان نغير الستايل. مترو يعني مش عارف انت تفرق ايه دي عن بتاع دوت، عن محطه محمد نجيب. ارجع مصر. انا راجع يا عم، راجع بعد بكره دلوقتي. ايه ده دلوقتي؟ هتفرج على فيلم. انا بلغ عنك حفرت. انا معايا فيزا على فكره، انت معضاني يوم ونص. نزلنا المكان الغلط والناس نازله معاك عادي كده. الناس قالت بقى خلاص بقى اسماعيل مشي. بص انا ممكن امشي هنا كمان. بص المفروض ان انا اصلا ما امشيش هنا يا جماعه. لا هنا عادي. بص 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 كده صح؟ انا كده صح؟ انا عارف انت كده صح. بعد التذكره اللي احنا كنا عاملينها دي المفروض ان احنا ما نعديش اصلا من هنا. الراجل قال لنا ان احنا المفروض ندفع اكزيت تيكت، فدفعنا 10 درهم ونص للفرد تدفع تمام. وبعدين قال لي خلاص عندي دي وبتاع، فجاب التيكت وبعدين وبيعدي من البتاع، فقال لي دي تيكت، رحت انا عديت ورا. بعد ما عدينا اكتشفنا ان احنا اصلا دي تذكره لفرد واحد بس مش لفرد. والله ما اعرف، انا ما اعرفش معناه ايه. وانا معديين البتاع المزمره تي 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 تي، فانا بقول لبستي، بقول لبستي على فكره البتاع بتزمر. قال لي بس بص الطريق من هنا، الطريق من هنا بس هنكمل بص. دلوقتي بس هو بس في حاجه غريبه بس مش فاهمها. بص حاجه انا بس متوجس خيفه. موضوع يعني احنا ما خدناش اي حاجه بس حلو ده. اه تمام حتى فكر لعرض جوست خروبه حاجه عليك. النهارده ثالث يوم وانا ماشي اصلا كمان 3 ساعات. الفيلم كان حلو ولا لا؟ هو بالنسبه لي انا كان حلو يعني، الفيلم كان ظريف. بالنسبه لبيستي لا، ما كانش بتاع ده، كان في عندنا اختلاف في وجهات النظر. هو بيستي كان شايف ان هو ككوميكس يعني وكده لا، من الفيلم ما ينفعش. انا كفيلم واكشن ودراما وجرافيكس سي جي اي وكي سي جي اي ايه الكلام ده، بالنسبه لي كان ظريف يعني. كان بالنسبه لبيستي لا ما كانش عاجبه يعني، اتخانقنا وبتاع ضربنا بعض وبتاع دوت، وبعد كده كل واحد فينا راح مروح يعني. هو ما حصلش اي حاجه زي كده يعني. بس عامه يا رب يكون الفلوج عجبكم. لو حابين انتوا تشوفوا فلوجز زي كده تاني اتاكدوا ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفلوج الجاي. سلام.